عسلمة الناس الكل، 10,000 متابع اليوم غراس افو شين يوتيوب. اخر اخير فاتت 10,000 ابوني، معناها فما اكثر من 10,000 عبد وصل نهار من نهارات. نزل على البوطون سابوني على خاطر عجبو نتصور الكونتوني ويحس فيه يفيد فيه ويحب يزيد يسمع، خاطر هذاك علاش نزل على سابوني. دونك انا نشكر الناس الكل اللي نزلت على البوتون سابوني خاطر باش تزيد تسمع الكونتوني. ان شاء الله الكونتوني يكون في المستوى قاعد يفيد فيكم. وكي نشوف الشيفر هذا 10,000 نتكبس شويه، نحس اللي فما مسؤوليه معناها، واللي انا يلزمني نقدم محتوى خير وخير وراقي اكثر كل يوم اللي هو يفيد العباد. نشكر دونك ولاو برشا عندي صحاب ولاو من اليوتيوب، يعني الناس اللي انا ما نعرفهمش في الدنيا عمري ما قابلتهم، لكن بالحق نحس اللي هما صحابي، نحس اللي سي اون كوميونيتي. وحسب اليوتيوب معناتها اغلبيتهم نساء واغلبيتهم من تونس، لكن فما برشا من الخارج، برشا من المغرب، برشا من الجزائر، برشا من برشا دول في العالم. دونك نشكرهم الناس الكل. نشكر انيس اللي سي مون كوليغ في الاي اش سي اللي ديما يقول لي سونت علاش ما تعملش حاجه في الانترنت وراو نحبوا نسمعوك. نقول وانا نكتب كتب انيس، ما انا خاطر معناها اصلي جو سوي بروف اي جيكري دي ليفر. قول لي ليه راو الناس ما تقراش كتب، احكي اخرج احكي هكا. قلت له ليه نو سا ما انتريس با. عام ناول دونك في الرونتري سبتمبر، قال لي علاش ليه جرب معناها. دونك قلت تيان بلكش نجرب بلكش، معناتها سافا دوني سافا دوني اون فالور، سافا كريي دو لا فالور. نشكر نصري زاده اللي جوست قبل معناتها من لانسي شين يوتيوب جاني وحاب يعمل معايا اون فيديو وكل، دونك اللي تشجعت شويه هكا. نشكر صحابي مش فيرتوال، خاطر انا ما نحبش نقول فيرتوال، خاطر ساعات تبدا تعيش مع انسان تقابله في الخدمه ولا في العائله 10 سنين وتصبح عليه، اما ما تحسش اللي فما افينيتي، ما تحسش اللي نتوما تنتميو لعائله واحده، عائله فكريه روحانيه ما تحسش. لكن فما ناس تحكي معاهم شويه تحس اللي نتوما فريمون سور لا ميم لونغور دونت، وكي تحكي معاهم يفهموك. هذاك علاش برشا ناس تبعث لي دي ميساج وسؤالات ونجاوبهم فما اللي يقعد بيت يقول لي والله يعطيك الصحة معني خذيت من وقتك وجاوبتني. عادي جدا، راو كان تحب فريمون تنجح في حياتك لازمك تقتل الإيغو. راكم تسمعها برشا في الديفلوبمون بيرسونيل، تقتل الإيغو. نحلو بارونتيز، ممكن هذاك المعنى الحقيقي متاع القتل ولا الذبح متاع ابن سيدنا ابراهيم، خاطر ما راو النصوص والا لي كوسوسوا النصوص القرانيه ولا ميم لي زيستوار اي توت لي ميثولوجي كومبري لي ميثولوجي غريك و زوس اي لي زيستوار اي تو ان فيت معناها il faut les prendre au second degré. لازمك تفهم السينيفيكاسيون اللي وراء الحكايه هذيك. دونك فما برشا تحاليل تقول كونه قتل النفس ولا قتل الابن، خاطر جمش يكون ربي سبحانه ويطلب منك كونك تقتل ولدك، فهمت؟ القتل هذاك بالمعنى السيمبوليك، كونك تقتل الإيغو، تقتل العقل، مش العقل بمعنى اللي يعطيك الأفكار ويقدم بيك، العقل المخ اللي يعطيك الأفكار السلبية اللي هي تحب تحطك في ثنية معينة وتكونتروليك، فهمت؟ أنا ديما نحكي على شيء ذي في الشين يوتيوب. دونك نتصور راهو عندكم فكره على القراءات والتحليلات هذيا. دونك فوالا، معناتها راهو باش تنجح بالمفهوم العميق والواسع لازمك تتخلى كومبليتمون على الليغو نتاعك واش مش يقولوا العباد. داك علاش انا نخرج سوفون سبونتاني، اللي فما برشا عباد لحظه اللي يقولوا لي تي سونت سموت ليه بروحك شويه واعمل شويه مكياج واعمل شعرك وكل، وماما ديما ماما الوغ لا بعد كل فيديو تقولي تي كيفاش هكا عايش بنتي. تي ماما البس بالكدي تي ماما وي ماما سي بون كوا. L'essentiel c'est de transmettre quelque chose qui soit utile aux gens. Donc باش ما نطولش، ميرسي صحابي الكل ماهمش فيرتوال كيما قلت، خاطر جو سون كو نوز ابارتونو ا اون ميم فامي اجوردي اي ليا اون فيريتابل انرجي اون بول دينرجي نجمو نسميوها نتاع اقرا خير. خلود، سارة، هند، هاجر، بسمة، ندى، ريم، أسماء، عبير، لميا، سوسن، سميرة، زينب، نادية، راو برشا برشا عبيد اللي راو فما نساء مثلا تحكي لي تقولي راو عندي مرض كذا ونبدا نستنى نكلمها هنا الصباح نقولها اش عملت مشيت جيت تحليل اش لقيت، وكي تقولي سافا نولي
معني نعيط ونعمل لها فوكالة كي فرحانة على الاخر وبرسك باش نزغرت. Et pourtant, c'est des gens que je n'ai jamais rencontrés. Parce qu'il y a une affinité profonde au niveau vibratoire, si vous voulez. Hassilou donc, courte vidéo, mantawalsh. Le conseil, ou elle sera. Le conseil, voilà, que je peux donner, c'est. Enfin, faites comme moi. Non, pas moi, je fais comme moi. Mais laissez couler ce fleuve de joie. Quand tu fais ce que tu aimes, هو ما قالش بالفرنسي, اما مترجمه بالفرنسي. Quand tu fais ce que tu aimes, un fleuve de joie coule à l'intérieur de toi. وذاك علاش برشا عباد يقولوا لي والله انت في معناها بحكيت لي فيديو هذيا وكل حتى وجهك تبدل ونحسوا فما هكا نور ولا زين معين هكا قاعد يخرج. Oui, oui, quand tu fais ce que tu aimes, un fleuve de joie coule à l'intérieur de toi. Qui te coule un fleuve de joie? في المفهوم تاع جلال الدين الرومي والمفهوم الروحاني يعني طاقة كبيرة ياسر اللي هي تتعدى منك انت دونك تغذيك انت خاطرك انت اخترت تعمل الحاجة اللي انت باهي فيها مي اون بلوس تتعدى للعباد باش تغذي العباد اك الفلوف هذاك دو جوا كي تو ترافيرس كون تو في سو كو تو ام il va te nourrir toi mais aussi il va nourrir les champs tout autour il va nourrir tout le sol qui est autour ودونك يطلع النوار والأشجار et ça va fleurir et ça va créer de la valeur un peu partout créer de la valeur au sens large معناها تفيد روحك وتفيد العباد تفيد المجتمع اللي انت فيه ان شاء الله دونك شين اقرا خير هذه توصل 100,000 انا عندي طموح 100,000 مش لي انا مش لي انا كايجو ولا كسندس ولا با دو تو اما نطمح كونو بلادنا غدوه خير كونه غدوة النظام التجهيلي يتبدل ويولي فما نظام تعليمي بالحق اللي هو يطلع بالعباد الفوق اللي هو ياخذ الصغير من يده من اللي هو صغير ويطلع به يعطيه برشا إمكانيات باش ينجح في الحياة ومش يخنقه في وسط قراية معينة اللي هي سوفون ديباسي و souvent elle ne l'intéresse pas et surtout ما تحلوش ابواب نتاع خدمه في سوق الشغل العالمي اللي هو في 2023 تبدل ياسر ما عادش بالكل كيما سوق الشغل قبل دونك ان شاء الله غدوه يولي عندنا نظام مش نظام خاطر هو النظام هو سي لو فروي دو لا سوسيتي ان فان دو كونت لكن نوصلوا بكلنا معناها كل واحد يسمع في الشين يوتيوب هذه كان يحكي عليها لاصحابه بكري دخل في الباتيسخي للبنية قاعد تسلم علي وقلت شحوالك مدام سندس قلت لها انت زعما قريت عندي قالت لي لي انت تبع فيك في اليوتيوب وبدات تحكي للبنية اللي بحذاه كان انت اللي تبع فيا تحكي للي معاك في الخدمة تحكي لأولادك تحكي لأخواتك تحكي لصحباتك العقلية متاع اقرا خير باش تكبر عقلية اسلوب حياة كوني نقرا نتعلم نسعى لطلب العلم باش نطور الوعي نتاعي باسكو لا كونيسونس سي لو بوفوار نتفرج في الانستغرام وفي التيك توك وفي الروب وفي الجاتو وفي الضوافر وفي الشعر نتفرج فيها بس لكن سورتو نلوج على المعلومات في كل شيء في الدومين نتاع السونتي علاش ليه علاش ليه انا نقري ايكونومي في الـ HEC مي جو مانتيريس انورميمون على السونتي وديما نحكي لكم على كتب في السونتي وحسب راي لا سونتي مش جوست سيونس ناتوريل واربع كلمات نتاع الجينيتيك اللي هما ما يفيدوش العباد في حياتهم اليوميه مي لا سونتي نفهم بدني كيفاش يخدم نفهم الماكلة اللي ناكلها كيفاش تأثر عليا نفهم البوليسيون اللي في الانفيرونمون كيفاش تأثر عليا لا سانتي او سونس جلوبال اي بريفنتيف بريفنتيف لازمها تدخل النظام التعليمي من الصغرى باش الاطفال والشباب يفهموا بدنهم انا ما نفهمش كيفاش انسان بشر يمشي يقرا قرايه على حاجه اللي هي بعيده هكايا وكل وهو مش فاهم الماكينه اللي هو فيه كيفاش تخدم مش فاهم كي توجع حاجه يلزمو يمشي لحد اللي هو يقول له علاش هذيك توجع فيه اذا كان فما دي اكستراتيرست الفوق يتفرجوا فينا راهم يقولوا سا الوغ ماني حاجه في بدنك وانت ماكش تو سي با كومون سا مارش كومون سا فونكسيون اي وي سكو جو ندير انا متاكده اللي في العوام الجايه والمجتمع البشري ماشي ويتقدم باش تولي الامور هذيا نتاع الصحه الجسديه والصحه النفسيه حاجات دي فوندامونتو
في الحياه يتقرعوا من الابتدائي. من الصحه بصفه عامه على خاطر لا كونيسونس سي لو بوفوار اي لو بيان اتر اي لا سانتي سي كلكو شوز دو فوندامونتال. تنجم تعطيني اللي تحب في الدنيا العلوم اللي تحب، اذا انا مانيش فاهم بدني كيفاش يخدم ومانيش فاهم شنو اللي ينفعني وشنو اللي يضرني. اولا انت تنجم تسيطر عليا خاطر تبيع لي اي حاجه واللي هي تنجم تضر لي بدني وانا ما نحبكش تسيطر عليا. ثانيا نقعد ديما جاهل على خاطرني جاهل بدني. دونك اقرا خير، بمعنى اطلب العلم، حل افاق، اقرا قراءات مختلفه، اطلب العلم مش باش تاخذ دبلوم ولا تعلق نيشان ولا هاني اطلب ليك انت باش انت تتعلم باش تحل افاق، تحل امكانيات، تتعلم تعيش خير، تتعامل مع اولادك خير، تتعامل مع العالم اون جينيرال خير، مع التلفزه، مع الانترنت، مع اي حاجه تكون واعي اكثر على خاطرك tu as la connaissance et la connaissance c'est le pouvoir. ميرسي، ان شاء الله بروشين فيديو في 30,000 واللي بعدها ان شاء الله في 100,000.